من عادة أختنا بهية كي يكون في هكذا مناوشة صغيرة بينها وبين خويا معمر، معمر يتقلق كيف يخرج لبرا ويخليها وحدها في الدار. كي يجي معمر للدار باش يراضيها ولا هي تراضيه وكذا، ما تهدرش معاه وإنما تكتب له برية. كل ما تكون مناوشة تكتب له برية وتحطها له، هو يقراها بها يعودوا يتصالحوا. واحدة من الرسائل أوبا غازا راح نقراوها معاكم، وجا فيها واش تقول له، أبخي نوريها لكم. قالت له: حبي أحبك وأموت عليك، رأيتك غاضب جدا البارحة، لماذا لا شيء يستهل ذلك؟ أريدك دائما بجانبي وأنا بجانبك، عدني أنك ستكون لي وأكون لك دائما، لو عندي هاتف لاتصلت بك واطمأنت على عليك، إن شاء الله ترى رسالتي وتعجبك كما كلماتي، أحبك 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 وأفديك بحياتي، يا حبي الأبدي، يا روحي يا روحي، كن حذرا عند السياقة، سق بحذر فأنا أنتظرك وأتلهف لعودتك، بحبك موت. دونك فوالا، الوغ شوفوا هاد الزوجة يعني حتى هي تعرف تعيش. كل ما يدخل زوجها زعفان عليها تخلي له برية يقراها، وخونا معمر ينسى الزعاف ويتفاهم مع مرتو. وجميل جدا أننا نعاودو نتجمعو ما بين خويا معمر وخنا بهية باش يكملوا رسالة الحب هذه.